نفسي وراح اعمل اتوجه كده. اتوجه بالسؤال كده لحبيبي وصديق عمري، يعني ايه رايك في بنات اليومين دول بشكل عام بقى، مش الابراج عشان محدش يسأل، من غير خصخصه ولا انت بتحب الخصخصه؟ لا لا لا، بنات اليوم عموما لا كجنرال بشكل عام. انت بتحب الخصخصه؟ لا بتحبش الخصخصه أكيد. بشكل عام كجنرال يعني خلاص من غير خصخصه. استنى لولا لسه شايف فيه على فكره. مش عارف تكمل بدايه هتمسح. ايه رايك في بناتي؟ تمسح. ايه رايك في بناتي اليومين دول، حلوين ولا لا؟ حلوين يا جماعه وشيك وما شاء الله ستايلات وحاجات حلوه. انا شفته مناظر فرحتني، ما بحبش في الحاجه الحلوه. هو جه النهارده مبسوط يعني، ومش في انا مش عايز اقول لكم هو طاير النهارده، جه يعني الجامعه النهارده كتغيير في جو بعيد عن جو الشغل والكلام. في جو امتحانات النهارده وكذا طالبه يعني خدت مشروع. لقينا الطلبه بتمتحن. اه والله كذا طالبه خدت. كنا فاكرين الجامعه فاضيه والله يا جماعه. في طالبه خدت رايه في الحديد اللي هو كعنصر الحديد. اه رساله معينه في الماجستير بتاعها. وهو الحديد كان نيزك يا جماعه، بينزل من السماء، وكانت بتقام البعثات زمان، كان الملك في مصر القديمه احنا اثار زي ما انتم عارفين، فكان يبعت الموضوع الاساسي، كان يبعت الكهنه يجيبوا الحديد. انت مش بتسالني عن البنت اللي سالتك؟ البنات عموما شيك ومحترمين ولاد ناس طبعا، اخواتنا الصغيرين والله. لكن في حاجه، البنت لما تبص لها تقول طب دي ممكن تبني بيت ازاي، دي ما تعملش شاي حتى. مش كلهم، مش كلهم. انا اكيد من عم من انا اول حاجه فئه معينه بنخصص. احنا بنتكلم كجنرال والله يا جماعه، احنا من نظرتنا العامه للبنات، البنات كلها ما تصوير الستايل الداي عموما. لكن انت هتقدري تشيلي بيت وتتحملي اسره؟ انا مش عايز اظلم برضو، بقول يمكن الزمن بعد كده يوريهم، زي الناس كلها بياخدوا مرحله معينه وبعد كده بيبداوا. يمكن ربنا يورينا فيهم. هو عايز يقول كده يمكن اي حاجه والله، انما انا ما لا الناس حلوه. خدتوا بالكم انتوا بيقول ايه؟ الدنيا حلوه. بيقول انا مش راضي اتكلم. ما لا الناس خدتوا بالكم انتوا بيقول ايه؟ الدنيا حلوه. بيقول انا مش راضي اتكلم وسايب الزمن هو اللي يورينا يوم. الزمن هيوري كل واحد، الزمن اكبر معلم والله يا جماعه. انا بتوجه بالشكر لكم كده، انا حبيت ان انا نوع من انواع تغيير الروتين كده واحنا في الجامعه النهارده. برضه هتوجه بسؤال لكم في النهايه كده، تحب تقول حاجه في النهايه؟ انا في النهايه جمهورك ومتابعينك عموما، اطعم ناس والذ ناس مسلمين، ناس محترمه، وتعليقاتكم وارينا التعليقات راقيه، تعليقاتكم ما ينشغلش منها. تعليقاتكم طعمه، وإذا دلت تدل إن هي طالعة من ناس جمال ولذيذة وناس لطيفة. وأنا فخور إن دايما متابعيني ما فيهمش حد مبتذل أو فيهم حد يعني كلامه غير لائق أو فيهم حد ما بيقدرش، دي حاجة بتسعدني. ودايما أنا بكون مدمن على قراءة تعليقاتكم. طب استنى ما اللايف ولع ولع. هيتقص ده هيتقص. لا مش هيتقص. طب يلا قول، عايز تقول حاجه في النهايه؟ قول لعلي بقى دكتور علي حاجه. والله انا بشكر جمهور الدكتور محمد على ان انتوا استحملتونا كل الفتره اللي الفيديو، ونبعدكم ان شاء الله بفيديوهات جديده، وشكرا جزيلا لحضرتك. جمهور دكتور محمد ومتابعينه زي ما قلت على دماغنا وحبايبنا في الوطن العربي كله، كلام الموزون. انتوا اخواتنا يا جماعه، ومحمد دكتور محمد لو بيحب الفكاهه وكلنا بنحب الفكاهه، محدش واخد منها حاجه يا جماعه، فمحدش يفهم حاجه، محدش واخد منها حاجه. واحنا اضحك لو محتاجين اي حاجه، اضحك وعيش ايامك وسيبها على الله، ومحدش ما تعرفش انت هتعيش قد ايه العمر ساعات. استمتع بكل لحظه على قد ما تقدر ان انت تستمتع. اخرج شوف صحابك، اتكلم، خليك تلقائي، ابعد عن التصنع، لانك عاجلا ام اجلا هتتكشف. دي حاجات ثوابت الف بحياه والف بسعاده في الحياه. بشكركم جدا وهتوحشوني، واكتبوا لي بقى رايكم في التعليقات زي المره اللي فاتت. نكتر من نوعيه الفيديوهات دي ملهاش لازمه، انا بتقبل اي تعليقات. يلا الى اللقاء.